بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة، وذكر الدكتور محمد عمارة في هذه المقدمة أن هذا الكتاب الذي وصفه بأنه منشور تنصيري حاول أن يستدل في قضايا عقضية كبرى على صحة العقائد النصرانية بأدلة من القرآن، وكانت أهم هذه القضايا استحالة تحريف الكتاب المقدس في حد زعم صاحب هذا المنشور التنصيري، وقضية تأليه النصارى لعيسى عليه السلام، وقضية العصمة والخطيئة والمعجزات وغيرها من القضايا التي يستخدمها النصارى كنوع من الاستدلال المنطقي على حتمية الاعتقاد بأن عيسى عليه السلام هو إله أو ابن إله إلى غير ذلك. وهذه الموضوعات سبق لنا أن تناولناها بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن المقصود هنا تناولها من خلال كتاب الدكتور محمد عمارة لبيان أن الكتاب ليس فيه إلا يعني الإجابة إلى على هذا المنشور الذي قال مستعدون للمجاوبة. ولكن كما ذكرنا إن الآن يأتي التبشيريون والمنصرون ونحو ذلك ويقوموا بكل ما يريدون من مناظرات شكلية، هم لا يناظرون، هم يناظرون من جانب واحد في خلال قناة فضائية، خلال منشور يوزع، من خلال كذا من خلال كذا، ويصرخون ويملؤون الدنيا صياحا بأنهم لا يجدون من يجيبه. فإذا كانوا في قناة فضائية وخرج من يجيبهم قطعوا عليه الإرسال. إذا كان في موقع من مواقع الشات أو غيره على الإنترنت الأمر كذلك، وكل الناس تعرف هذا. ولكن إن كان كتاب يوزع وخرج كتاب يرد عليه، يخرج آخرون يدعون أنهم ما وزعوا شيئا وأنهم يتأذون غاية التأذي من أن ينشر كتاب يسب عقائدهم أو يطعن فيها أو نحو ذلك، وكأن في النهاية سيكون هذا نوع من أنواع تكبيل المسلمين عن بيان الحق، ليس فقط تكبيلهم عن دعوة الآخرين إلى الإسلام، بل إن هذا قد يكون تكبيل عن شرح عقيدة الإسلام وما يضاده. إن أي عقيدة لابد إنها مبنية على صحة أمور وعلى بطلان ما يخالفها، وعقائد النصارى قائمة على التكذيب بدين الإسلام، لا يستطيعون أن يزعموا خلاف ذلك. هذا ناهيك عن السب والطعن وكل هذا، بعيد عن ذلك كله، عقيدتهم قائمة على أنه لم يبعث نبي بعد عيسى عليه السلام، لأنه لو بعثت يكون كل هذا الكلام مبني على باطل، يجب اتباع النبي الذي بعث، أقل شيء يقال في اعتقادهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمين لن يستطيعوا أنهم يبينوا دينهم لا من خلال قناة فضائية ولا من خلال مواقع انترنت ولا من خلال كتب
لأن كل الكتب الموجهة للمسلمين، كتاب هذا الكتاب كتاب دكتور محمد عمارة وزع هدية مع مجلة الأزهر، مجلة موجهة للمسلمين، بينما المنشور التنصيري الذي ذكره كان موجه للمسلمين أيضا، ليس موجه للنصارى ووزع. فكيف يتأتى هذا؟ فإذا الكتاب هنا مناقشة لدعاوى هذا المنشور، ولا بد أن المسلمين يعني يبينوا دينهم، وعلى الأقل لأبنائهم، وحتى يعرفوا الحق وما يضاد من الباطل. كانت القضية الأولى التي يعني انتصر لها ذلك المنشور وحاول أن يستدل عليها بالقرآن، قضية زعمه صحة التوراة والإنجيل وعدم تحريفهما. يقول الدكتور محمد عمارة: لقد كرست أوراق هذا الكتاب الفصل الأول للحديث عن هذه القضية، وفي هذا الفصل يقول الكاتب: يدعي البعض بحدوث تحريف في التوراة والإنجيل، ولكنهم لا يقدمون أي دليل على ذلك، وهو مجرد افتراض واتهام لا سند له. وفي حديث النبوي البينة على من ادعى، أي كل من يدعي بأي اتهام يجب أن يقدم البينة، أي الدليل على صدق الدعاء. طبعا إيه يقولون؟ من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وطبعا لا أتوقع كل عجيبة من هؤلاء حينما يتكلمون في الإسلام. ويقول البينة على من ادعى، نقول له كل مسألة، كل خصومة يمكن اعتبار كل طرف مدع والآخر منكر. هو بيدعي ان التوراة والانجيل اللي معاهم دول في الكتاب المقدس من عند الله في كتابهم، واحنا بننكر، وفي المقابل احنا بندعي ان ما في ايديهم كان له اصل من عند الله ثم حرف، وهو ينكر. فما من قضية الا وفي وكلا الطرفين يمكن ان يكون مدع والاخر منكر، وتعكس المسألة. ولكن بنقول البينة على من ادعى شيئا على خلاف الأصل، فإذا الأصل أنه لم يثبت أن هذا من عند الله. هو عايز يثبت أنه من عند الله، هو اللي يجيب الدليل. ده إذا كان عايز يعمل بالحديث النبوي وبما نقله عنه القانون الفرنسي وسائر القوانين المعاصرة انها بتعتبر المسألة كده، في اصل، والاصل بقاء الشيء على ما كان، والذي يدعي بقاء الاصل على ما هو عليه غير مطالب ببينة، والذي يدعي نقل الاصل هو المطالب ببينة. يعني دلوقتي لما يبقى في القرارات والقوانين وكل التعاملات، يقول ايه مستندك انك عملت كذا؟ تقول لانه صدر قانون بكذا او صدر بقرار بكذا، والا فالاصل بقاء الشيء على ما كان. فاذا هيقول طيب خلاص، انتوا كمان الاصل ان القران ليس من عند الله، الاصل ان ليس لا يوجد. نقول له احنا لما بنيجي نناقش غير المسلم، المسلم معنى انه اسلم انه يعتقد اعتقاد جازم ان القران من عند الله. لكن احنا لما بنيجي نكلم النصارى بنقول له هذا ادعاء ان هذا الكتاب من عند الله، نحن ندعي ان القران من عند الله، والبينه ما فيه من اوجه الاعجاز في جهه النظم، جهه الالفاظ والمعاني، ما فيه من الأخبار السابقة والأخبار المستقبلة، ما فيه من حسن التشريع وكماله، ما فيه من أن أخباره المستقبلة لم يخطئ منها شيء ولم يتخلف منها شيء، ما فيه من إشارات الإعجاز العلمي، ما فيه أنه هو الكتاب الوحيد الذي منه نسخة واحدة. وبالتالي إذا يعني هو في هذا الباب
مع طول هذه الفترة ومع طول الكيد الذي يفعله المنصرون وأعداء الإسلام على مر التاريخ، ولم يستطيعوا أن يحرفوا القرآن، فهذا دليل على أنهم من عنده. وإنما هم إلى الآن بينهم وبين بعض مليون نسخة، نسخ مختلفة متفاوتة. فإذا نعم، نحن ندعي أن القرآن من عند الله، ولا نلزم غير المسلم أن ينطلق من نقطة أنه من عند الله. لا، احنا بنبتدي معاه أنه رجل عاقل ونقول له هذا كتاب مدعى أنه من عند الله، وهاكم البينة. هو أصلا أين ادعاؤه أن التوراة والإنجيل من عند الله؟ احنا بنقول له احنا بنلاقي الإنجيل مكتوب عليه، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا. أين الإنجيل الذي هو كلمة الله؟ بلاش أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ يعني فين الإنجيل نقول هذا ما أوحاه الله إلى عيسى عليه السلام؟ يبقى كده في كتاب مستقل. في الواقع بيبقى في يعني درجة من درجات ال 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 يعني ال 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 في المناقشة، تجد هناك نوع من أنواع الإصرار على الحيدة والإصرار على عدم رؤية الحق الواضح تماما. نقول له أنت فين ادعائك أصلا؟ أنت لم أنت أقل أبعد عن الادعاء، لسه ما ادعيتش. يعني ما فيش حد عندهم بيقول إن هذا هو إنجيل عيسى عليه السلام، مع إن هم بيقولك لا أصله ما كانش فيه. طب ده دي تبقى يعني لما تيجي تسألهم فين إنجيل عيسى عليه السلام، يقولوا هو مين اللي قال إنه كان فيه؟ إن عيسى أصلا كان يتكلم بكلام ولم يذكر لنفس نموحة إليه بكتاب. أمال إيه؟ ده نشأ بعد كده لما جمع إنجيل متى وغيره اللي هي قصة حياة عيسى عليه السلام، سميت إنجيلا. طب ده كده اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة، إن لا كان عندهم حد على حد زعمهم، يعني ده يناقض اعتقادنا. هم عشان يهربوا من السؤال أين إنجيل عيسى عليه السلام، يقول لا ما كانش فيه أصلا. أما البولس بيشير في رسائله لإيه؟ إنجيل عيسى اللي هو مؤتمن عليه ولن يخرجه إلا نذرا يسيرا، كما تطعم الأم الأطفال اللبن. يبقى إذن كان في إنجيل عيسى عليه السلام كتمه بولس وغيره. طب اللي باقي ده في إيديهم، نقول له ده أنتوا، هو بولس خرج بالقطارة، وأضيف إليها بنص كلام لوقا لما بيقول إنه كان كثيرون كتبوا وأردت أن أكتب كما كتبوا. الأمور فين؟ احنا عايزين نشوف الدعاء ابتداء عشان نقول لهم هاتوا الدليل عليه. مش لاقين الدعاء، مش لاقين الدعاء منهم أنه من عند الله. الادعاء ده يقولوه في مناقشات بيزنطية يستخدمون فيها سياسة لي الذراع في المناقشة، وإن هو كده وخلاص يعني. لكن توصيفهم لكتبهم، شرحهم لكتبهم، شرح اللي كتب الكتب دي أصلا بيقول أن لها مؤلف، وأن المؤلف دوت اقتبس أشياء منسوبة لعيسى عليه السلام. كان الشيخ أحمد ديدات له كلمة طبعا لا نوافقه عليها بالكلية، ولكن قال لهم هاتوا الأناجيل الأربعة وطلعوا منها ما هو منسوب لعيسى عليه السلام فقط، وكل ما فيها أنا أقر لكم بصحتي. طبعا ده يعني توسع شوية مش أحمد ديدات، ولكن هو حب يبين لهم طب طلعوا كده شوفوا الأربع أناجيل على بعض هيصفوا كم قول العيسى عليه السلام، وشوف الكم قول دول هنلاقي فيهم قد إيه من دلائل التوحيد، وقد إيه من دلائل أنه عبد وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. ومش هناخد يعني كمان في يعني صحة هذا، مع أن أكيد في أقوال هم نفسهم بيقولوا أنها أضيفت للأناجيل ونحو ذلك، ولكن على الأقل هات اللي منسوب لعيسى عليه السلام وشوف.
فإذا القضية هو بيقول البينة على من ادعى. تقول طب احنا بندعي ان القرآن كلام الله وقدمنا البينة على ذلك، وانتم لم تدعوا بعد. ان كان هو هيدعي صاحب هذا المنشور التنصيري او غيره من اللي بيناقشوا المسلمين هيدعي ان هو ده كلام الله، نقول له لا ده مخالف، انت بتقول خلينا في العهد الجديد مثلا انه اشترك في كتابته الاسماء دي، الاسماء دي ما قالتش اللي انت بتقوله، يبقى كيف دعوى يكذبها الكتاب الذي بين يديه نفسه. طبعا هما بيقول لك ايه البينة على من ادعى بمعنى ايه، كأنه قد ثبت ان الذي بين ايديهم هو انجيل عيسى عليه السلام والانجيل الذي اوحاه الله الى عيسى، ثم ادعينا نحن عليه انه قد لحقه تحريف. فيقعد يسأله أسئلة قد تبدو منطقية، أين ومتى وكيف وكل أدوات الاستفهام اللي في الدنيا، وهل جمعت ملايين نسخ الكتاب المقدس ثم حرفت ثم أعيد توزيعها؟ كما ذكرت هناك نوع من البلطجة الفكرية، يعني أنا عمال أدور على لفظ يكون خفيف مش لاقي خالص، يعني نوع إن هو يعني متصور إن ادعاء التحريف كان مع وجود نسخ ملايين النسخ في الأرض واتجمعت وأعيدت كتابتها ورجعت، نقول له لا هي كانت نسخ في المخطوطات وطلعوها صوروها للناس عشان تلاقي الكشط والشط ودي معمول عليها إكس كده ومكتوب فيها دي نصوص المخطوطات طلعوها، مش ملايين النسخ كانت مالية الأرض اتلمت واتطبعت وتوزعت، لا ما بنقولش كده، بنقول لما كان الأمر مجرد مخطوطات كان هناك إضافة وحذف وكشط، بنقول ما هو أبعد من ذلك، بداية أمر التصنيف كان كاتب يكتب من وجهة نظري، واحد كتب والتاني عايز يضيف إليه وعايز يبقى إذن دي كتب في قصص حياة عيسى عليه السلام، في قصة حياة عيسى عليه السلام كتبها كل واحد من منظوري. فإذا نحن لا ندعي الادعاء الساذج اللي هم عايزين يقولك ما دام بتقولوا بتحريف الكتاب المقدس يبقى متى وأين وكيف إلى آخر هذا الكلام، بنقول إنه قبل ما يطبع وقبل ما ينتشر في بداية أمر التصنيف والتأليف كان مبناه على أن رجال دونوا ما وصل إليهم ورجال غير بريئين من التهمة. الأمر الثاني ويجي حتة تانية غير بقى أين ومتى وكيف إلى آخر ذلك، يقول لك هل يمكن لبشر أن يحرف كلمة الرب مع أن هو نفسه الأربع أناجيل دول انتخبوا من عدد كبير من الأناجيل 70 إنجيل 100 إنجيل أكتر أو أقل مش هتفرق، عن إلى يومنا هذا في أناجيل عاشت رغم محاولات حرق كل ما يخالف الأناجيل دي، يقولك على دي أناجيل مزيفة، يعني إيه مزيفة؟ ما هو ده رجل اسمه برنابي زيه زي رجل اسمه متى زي رجل اسمه مرقس، كتب إنجيلا سب فيه بولس اللي هو أستاذ الأربعة التانيين وبين أنه انحرف عن عقيدته، وكتب زي ما كتبوا بل كلامه أرقى منهم من كل الجهات، ما نقولش إن ده إنجيل عيسى عليه السلام برضه، ده الرجل كتب كما كتبوا وموافق للحق في قضايا أكثر بكثير من التي هم عليه، ولكن بعيد عن ده كله في حد كتب كتاب موازي تماما للأناجيل الأربعة 70 كتاب كده 100 كتاب منهم واحد عايش لغاية النهاردة وعاش في مكتبة الفاتيكان مش في حتة تانية، وهم يقولوا عليه ده كتاب مزيف إنجيل مزيف، يبقى إذن ممكن حد يكتب كلام وينسبه إلى الله ويبقى كذب، وده اللي احنا بنقوله بنعتقد فيهم أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله. يبقى إذن من ناحية أن يقول لك أين بينتك، نقول أين أنت ادعاؤك قبل بينتك، فين ادعاءك أن ده كلام الله،
ما ادعاش انه كلام هو طب كلام الله بانه لغه؟ احنا المسلمين بندعي ان القران كلام الله، قول انه هو ده المكتوب في المصحف ده باللغه العربيه هو كلام الله، اللي بالانجليزي نقول ترجمه، اللي بالفرنساوي ترجمه، اللي في كلام محدد نحن ندعي انه كلام الله. طب هم لو حاولوا يعملوا زينا يعني، او لو هتدعي انه اللاتيني ولا اليوناني ولا الانجليزي ولا العربي وكل ده عندهم له هو كلام الله، ليه؟ ليه ما قالش ان في نسخه اصل والباقي ترجمات؟ مع ان ده حل يسير، يسير لو وجد اصل فعلي، لكن ده هو في مرحله الجمع الاولاني كان بيبقى جزء من لغه وجزء من لغه، تعذر عليهم ان يوجد اصل سابق بلغه من الجلده للجلده عشان يقول هو ده الاصل ويعتبر الباقي فرع. وبعدين حتى لو قال ده اصل، هل هذا هل يجزم ان هذه اللغه التي كان يتكلم بها موسى عليه السلام في شان التوراه او كان يتكلم بها عيسى عليه السلام في شان الانجيل جزما اللغات اللي وصلت لهم مش هي دي لغات الانبياء؟ فما عندوش اصل يبتدي منه، ما دام ما عندوش اصل يبتدي منه يضطر يقول ان كل هذا هو كلام الله، وده من اعجب العجب، بيبقى في مترجم اسمه مكتوب ويبقى في ترجمتين، واحده احسن من واحده وواحده ادق من واحده، بل وترجمه في على الاقل في باب الترجمات تلاقي في مواطن متناقضه، وكل ده هيبقى عنده هو كلمه الرب. هنقول شوف بقى الايه مرحله الادعاء عندهم لم تحدث وليست مرحلة البينة. احنا نقول بينة على من ادعى، طب فين الدعوة؟ يقولوا لنا دعوة نسمعها من أولها لآخرها كده عشان نسأل بعد كده عن البينة اللي فيها. هيقول لك الكتاب المقدس اللي طبعه الملك جيمس مثلا هو ده كلمة الرب، نقول له طب وقبل الملك جيمس؟ طب وبعده؟ ما أنتوا بتقولوا فيه خمس أصفار ما رضاش يحطهم في الطبعة دي. طب انه الانجليزي ولا العربي؟ طب العربي انه فيهم؟ طب يقولوا لنا واحده عشان نبتدي نتكلم عليها هل هذه كلمه الرب. لكن لما هو يدعي ادعاء مرسل ان كل من يهم بكتابه شيء عندهم ينسبه الى الله، اللي يهم بترجمه يحل فيه الروح القدس. ما هو ساعتها ليه بيخلي الترجمة العربية كلمة الرب؟ يقول لك خلاص منين القاعدة دي؟ يجيبها من رسالة من الرسائل اللي في الكتاب المقدس، يبقى كده دليل أن هذا الكتاب من عند الله هو الكتاب نفسه. طبعا عشان كده تلاقي دايما الناس اللي بيؤمنوا بالعقائد دي متبرجلين. قصة البيضة قبل الفرخة، أنا لازم يبقى في أصل أقيس بيه الشيء، لكن مش الشيء اجيب لك انا عصايه كده اقول لك دي متر تقول لي عايرها، اقول لك ما هو اروح جايب واحده متعايره عليها اقول لك اقيسها بيها تلاقيها متر، هتطلع متر. انما هم الدنيا كلها مع ان ده شيء يعني وضعي، ولكن ما ينفعش الا كده. الناس تواضعت على ان مسافه معينه هيسموها متر، جابوا سبيكه وحطوها في متحف ده اصل. تسألوا ليه دي متر؟ يقول لك نحن تواضعنا على تسمية هذه طول هذا القضيب متر. هو دليله ان الناس قعدت حطته. لما تيجي بأي متر تاني بتشتريه من السوق تقول له ايه دليلك ان ده متر؟ يقول لك ده بص عليه هيئة كذا، هيئة مقاييس. طب تروح للهيئة دي تقول ليه انتوا عملتوا ده متر؟ يقول لك ما احنا عندنا متر تاني معاير، وهكذا. يبقى في اصل تقيس عليه، لكن يبقى هنا عندنا ما دليلهم ان كل من يهم ان يكتب شيء في الكتاب المقدس يحل فيه الروح القدس هو الكتاب المقدس نفسه على حد كتابهم المقدس. طب ما في ناس كتبت ومرضوش، يقول لك الكنيسه. الله، طب هي اذا الكنيسه ما ترتضيه تقول هو من عند الله، تقول تقبله
وعندما تقبله تقول لابد أن كاتبه كان متشبعا بالروح القدس، وإذا رفضته تقول لابد أن كاتبه لم يكن متشبعا بالروح القدس. طب الكاتب اللي قاعد يكتب فيه سنين ده كان برضه متشبع بالروح القدس طول هذا الوقت. فإذا القضية لا خطام لها ولا زمام، ولا يوجد ادعاء فضلا أن يوجد بينة، بل الدعاء يأتي بعد ذلك في صورة إرهاب فكري، في صورة لي للذراع في المناقشة، وافتراض إن في أصل ثابت وأنت اللي عايز تنقل عنه. يقول لك طب متى حدث التحريف وكيف وأين؟ نقول له هو الكتاب اللي معاكم ده ناشئ أصله كده، بدايته كده، ونحو ذلك. طيب يعني ده بس عشان ايه نرد على الحتة اللي المؤلف بيقول فيها البينة عن الدعاء. اما الدكتور عمارة فكان رده قال الأدلة على تحريف التوراة وعمل بمنهج مستعدون للمجاوبة واستجابة لطلب كاتب هذا المنشور التنصيري، لأنه قال البينة على من ادعى، نقدم الأدلة وليس دينا واحدا على تحريف التوراة الإنجيل. في الواقع ده احنا كنا نود نسألهم الأول فين الادعاء اللي هم بيدعوه، لأن مش احنا اللي بندعي، هم بيدعوا أن الكلام ده من عند الله. أين هذا الادعاء؟ مين ادعاه؟ ممن كتب هذا الكلام؟ مش من المتأخرين. وإيه الدليل اللي أقاموا على هذا الادعاء؟ وبعدين نبتدي نناقش الدليل ده. لكن هما ما عندهمش لا هذا الادعاء، الادعاء ده متأخر جدا، والادعاء في غاية التناقض كما ذكرنا، وليس عندهم دليل. وفي ذات الوقت نحن نقول لهم لا، يوجد أدلة تؤكد أن هذا ليس من عند الله. يبقى لما يبقى المدعي نكل عن إقامة البينة تسقط دعواه. فإذا كان هناك دليل على نقض هذه الدعوة يبقى من باب أولى. يعني ما يجي واحد يدعي ملكية قطعة أرض فبتقول هات الدليل، ما جابش دليل خلاص. فلو العكس بقى، أخرجت أدلة تؤكد أن لها مالكا، فيبقى إذن القضية في غاية الوضوح. فهو هنا هيجيب لهم أدلة تنقض دعواهم التي لم يصمدوا لكي يدعوها ابتداء، من أن التوراة والإنجيل التي بين أيديهم هي من عند الله. قال نقيم الأدلة المنطقية والموضوعية القائمة على الاستقراء لوقائع هذه التوراة وهذا الإنجيل، بل والشهادات التي شهد بها على هذا التحريف شهود من أهلها، أي من اليهود والنصارى. وأول هذه الأدلة إن التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، وموسى قد ولد ونشأ وتعلم وبعث وأوحي إليه بمصر، ونزلت عليه التوراة باللغة الهيروغليفية، لغته ولغة بني إسرائيل في مصر. ولقد مات موسى ودفن بمصر قبل دخول بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون إلى أرض كنعان، وقبل نشأة اللغة العبرية بأكثر من 100 سنة، إذ العبرية في الأصل لهجة كنعانية. فأين هي التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام بالهيروغليفية؟ هل لها وجود أو أثر في التراث الديني اليهودي؟ الجواب الذي يجمع عليه الجميع وفي مقدمتهم اليهود إنه لا وجود لهذه التوراة. كما ذكرنا لم يستطع اليهود والنصارى ادعاء أن هناك أصل لكتبهم، بل كان في أصول ضاعت وفي ترجمات تزامنت مع ضياع الأصول، وفي مراحل جمع تمت من أصول بلغات مختلفة ترجمت إلى اللغة اليونانية أو العبرية. يستوي في هذا التوراة والإنجيل، الاثنين لهم نفس القصة تقريبا، بمعنى إن في كلام منسوب لموسى عليه السلام وللأنبياء
بعده، الأنبياء بني إسرائيل بعده، متفرق في بلاد الدنيا وأثناء استضعاف لبني إسرائيل وإلى آخر ذلك، وبلغات مختلفة وفي أماكن مختلفة، ويأتي عصر أمان أو عصر نهضة تأليفية أو غير ذلك، ويتم جمع هذه اللفائف وهذه المخطوطات لتترجم إلى لغة موحدة، وليعتبر هذا أصل. هنا في التوراة مثلا كانت الترجمة السبعينية، لما مبسوطين جدا إن قام بها 70 عالم من اليهود. طب يجيبوا وقائع الكلام، يعني هم 70 عالم كانوا بيعملوا ايه واسمها الترجمة، يعني هي محاولات جمع. تخيل ان يكون الجمع والترجمة متزامنين، وانه يكون هذا موكل الى جماعة لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لان اي مجموعة مجموعين في مكان خلاص. الكلام كان لفائف قبل هذه الترجمة، هنا وهناك، واليهود في السبل البابلي ولا يعرفون شيء عن ذلك. فإذا القضية هنا إن لا يستطيع هؤلاء أن يحددوا أصل، يقولون أن هذا كان هو الأصل ثم ترجم. ومن ثم صار أحد المعضلات اللي بتواجه من يبحثون في تاريخ الأديان، ما هي اللغة الأصلية التي كان يتكلم بها موسى عليه السلام، وما هي اللغة التي نزل عليه بها التوراة، وما هي اللغة التي كان يتكلم بها عيسى عليه السلام، وما هي اللغة التي نزل عليه بها الإنجيل. تخيل إن هذا سؤال لا توجد إجابة يقينية عليه إلى يومنا هذا، ولن توجد، بل ولا يوجد ظن راجح. يعني فيش حاجة تقول إيه يعني احتمال. ليه؟ لأن المعلوم إن بني إسرائيل من نسل إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هاجر من العراق إلى الشام. كان الكنعانيين في الشام أقدم من إبراهيم عليه السلام وذريته. طبعا احنا اتكلمنا كتير مسألة الحق التاريخي لا وجود لها عند أصحاب العقيدة الحق. يعني ما بيجي دلوقتي اليهود يقولوا الحق التاريخي في فلسطين، يقول لهم لا، ده أنتم جيتم على الكنعانيين، والكنعانيين أقرب إلى العرب منكم، فإذا كان الكنعانيين الآن لا وارث لهم، فأولى الناس بميراثهم هم العرب. كلام فاحش. إزاي نقول إن في زمان إبراهيم عليه السلام وزمان إسحاق ويعقوب وكان الكنعانيون أولى بالأرض المقدسة من الأنبياء وأتباعهم؟ القضية نحن نقول أن أهل الحق أولى بجميع الأرض. هذه جزئية جانبية، لكن أنا لما بتكلم في تاريخ اللغات كلغة، كان بنو إسرائيل هل كانوا يتكلمون لغة أهل العراق أم تكلموا لغة الكنعانيين؟ وعندما جاءوا مصر هل كان لهم لغة أم تكلموا اللغة الهيروغليفية المصرية؟ وإذا كانت التوراة نزلت على موسى عليه السلام، هذا بنص في شرعنا أن موسى عليه السلام مات قبل أن يصل إلى أرض فلسطين، مات في صحراء سيناء، فإذا ده باتفاقنا واتفاقهم أن موسى عليه السلام مات في أرض مصر في أثناء العودة ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطين. أي لغة كانوا يتكلمون؟ وإحنا اللي نوقن به أن الله تبارك وتعالى عندما كان يرسل نبي كان يرسله بلسان قومي، وبالتالي احنا لدينا ظن الذي يشيع عند المؤرخين المسلمين ان التوراة كانت عبرانية والانجيل كان سريانيا. ولكن بعض الباحثين عند اليهود والنصارى نفسهم يقولوا لا،
ده العبرانية دي نشأت بعد ما رجع بنو إسرائيل واستقروا مرة تانية في فلسطين، وكان في الزمن الذي نزلت فيه التوراة كانوا يتكلمون الهيروغليفية. أيضا مسألة عيسى عليه السلام كان يتكلم أنه لغة في ذلك الزمان، ولأن المنطقة كانت منطقة صراع، منطقة الشام ومصر كانت منطقة صراع بين شعوب كثيرة وفيها لغات كثيرة ونحو ذلك، فعلى أي هم نفسهم ما يقدروش يقولوا إجابة محددة بأي لغة نزلت التوراة وبأي لغة نزل الإنجيل وأين. طبعا الإجابة دي لا يوجد، أين التوراة والإنجيل التي كانت في ذلك العصر؟ الإجابة لا يوجد. ذلك أحيانا تلاقي أمر عجيب جدا، إذا أعيتهم لفظة ما في الترجمة العربية وصار فيها اضطراب أو تناقض أو معنى لا يعجبهم يقولك لا ما ترجع للأصل الإنجليزي، صار الإنجليزي بالنسبة للعربي أصل لا بأس. ربما ده فعلا أن معظم الترجمات العربية مأخوذة عن الإنجليزية ولم تؤخذ عن الأصل اليوناني قبلها، وإذا جاء في أمر الترجمة الإنجليزية يقولك نعود إلى الأصل اليوناني. طب ومن أشهرها كلمة الفرقليت اللي بيقعدوا يعني حيرونا، هنعتمد أنه ترجمة، هنعتمد النسخة العربية اللي قالت المعزي ولا النسخة اللي سابته الفرقليت زي ما هو، ولا النسخة اليونانية اللي هي قالت فرقليت بكلمة، لما لأن اللغة اليونانية لسه موجودة ولسه لها ناس خبراء فيها يقولك الكلمة دي ترجمتها أحمد، ولا في دي بالذات هنرجع للأصل العبري، وليه يعتبر العبري أصل مع أن اليوناني هو الأقرب كلام. يبقى في الاعتراف في مثال كهذا بأن الترجمة مؤثرة نقول له إذن ما أدراك بالترجمة اللي في العصر الأول اللي من لغات ميتة ومن لفائف متآكلة إلى غير ذلك. عموما الدكتور محمد عمارة هنا بيميل إلى اعتبار التوراة كانت بالهيروغليفية، وعلى أي نحن نقول التوراة كانت الأصل غير موجود كما يعرفونهم. فهذا أول الأدلة. هم بيقولوا أن أنتوا عشان تقول تعتقدوا أن أنها حرفت لازم تجيبوا الأصل وتجيبوا التحريف وتقولوا أدي دي زادت ودي نقصت، نقول له إحنا موافقين بس الأصل عليكم هاتوا أنتوا، وإحنا نوريكم اللي زادت واللي نقصت، الأصل مش إحنا اللي نجيبه. وهم لا يدعون الذي معهم هو الأصل. هل هم ادعوا اللي معهم هو الأصل؟ لم يدعوا، ولو ادعوا نناقشهم هيبان أصل إمتى يعني متى، واللي كانوا يعني قبل أن يجمع هذا الجامع أو تترجم هذه الترجمة. ولك هات الأصل وهات التحريف وهات النسخة أنت بتقول عليها محرفة واثبت أين التحريف. نقول له ما هو المشكلة أعمق من ذلك، المشكلة أن ما فيش أصل. يعني لما ينزل طبعة محرفة من كتاب، واحد يألف كتاب يألف رواية يجي الناشر مش عاجبه بعض جمل بعض عبارات هتثير اعتراضات يشيلها، فبيقوم الكاتب يقول أنا الطبعة اللي أنا موافق عليها الطبعة اللي خرجت من دار كذا، أو لو هو يعني حافظ على إنتاجه قوي بيودع نسخة خطية في أي جهة ويعتبرها ده أصل تراجع عليه كله. فإذا في أصل وفي شيء متداول نقول هات ده مكان ده. هما يجيبوا لنا فين الأصل؟ مش احنا اللي هنجيبه. وهم لم يدعوا أن الذي معهم هو الأصل. طب احنا عرفنا منين أن هو محرف؟ عرفنا أن هو محرف أن ملوش أصل، يبقى محرف يبقى مكذوب. وعرفنا أنه من ذلك أن اللي كتبوه قالوا ان لهم اضافات واسهامات تزيد على الاصل عشرات المرات، وعرفنا ان هو محرف لانه متناقض مع نفسه، وما كان من عند الله لا يتناقض. يبقى هنا مع ان ما فيش اصل ما حدش معاه الاصل، لكن الناس كلها معاها المحرف.
ومبدأ ان مفيش اصل وفي حاجة جمعت في عصر متأخر او ترجمت واللي ترجموها ماتوا ومحدش شافهم ولا يعرفهم والاصل ضاع اللي هم ترجموا عنه ما جابوهوش، بقى ده كده امر لا يثبت، لا يثبت. من الوارد يكونوا ترجموا ترجمة امينة، ومن الوارد ان يكونوا كذبوا او اخطأوا ما دام الاصل ضاع، واحنا بنؤكد انهم كذبوا واخطأوا وزادوا. ده منطقيا. عموما لما واحد يجي يقول لك ايه، خد دي الترجمة الانجليزية للكتاب الفلاني، تقول له طب فين الكتاب الاصلي ده كان مثلا عربي، ولا خلاص حرقته. فكده انت امامك احتمالين متساويين، اما ان يكون ترجمة صحيحة ودقيقة، واما يكون كذب او اخطأ. فلا تستطيع ان تنسب هذا الكلام لمؤلف الكتاب الاول ولو انك متأكد 1000% ان هو الف كتاب، تبقى انت في يقين كاتب مؤلف ألف كتاب وقال للناس إن هو ألف الكتاب الفلاني يعرض فيه رؤيته لموضوع ما، نتكلم على بشر، وإنه الكتاب استودعه عند فلان. خلاص احنا كل الدنيا متفقة إن فيه لهذا الكاتب كتاب بهذا العنوان في هذا الموضوع موجود أمانة عند شخص أو مجموعة. المجموعة دي قال لك احنا ترجمناه وتخلصنا من الأصل، أو فقد منا الأصل، صار الكلام ده لا يمكن أن تثبته إلى صاحبه. لما تيجي بقى تلاقي فيه كلام بيتكلم عن وصف قبر هذا الكاتب، يبقى أكيد الترجمة لم تكن أمينة، لأن اللي كاتب الكتاب الأصلي ما كانش يعرف قبره فين. وبالتالي احنا بنقول احنا الأصل مش موجود، معانا شيء مترجم عنه، وده في حد ذاته يفقد الثقة فيه. هذا المترجم في أدلة قاطعة على إن المترجم لم يكتفي بدور المترجم، بل كان مؤلفا يذكر من آرائه ومن اجتهاداته. وإذا قلنا في لما تلاقي في الأناجيل على ما كان يظن، لما تلاقي فيها جملة اعتراضية فلينتبه القارئ، طب هتقول يعني عايز ايه اكتر من كده؟ اذا دي الادلة، الدليل الاول. يقول وثاني هذه الادلة ان موسى عليه السلام الذي نزلت عليه التوراة بالهيروغليفية قد عاش ومات في القرن 13 قبل الميلاد، بينما حدث اول تدوين لاسفار العهد القديم على يدي عزرا، اي في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد بعد عودة اليهود من السبي البابلي، الامر الذي يعني ان التراث اليهودي قد ظل تراثا شفاهيا لمدة 8 قرون. هل يمكن اطمئنان لنقل شفهي يمتد 8 قرون اشد من كده؟ عبد أثناءها بنو إسرائيل العجل طارة، وأوثان الكنعانيين طارة، وانقلبوا فيها على أنبيائهم في الكثير من الأحيان. يعني تراث شفهي يتناقل بين بنو إسرائيل، مع أنه حدثت فيهم ردة وحدث فيهم فسق وحدث فيهم فجور مدون في هذا الكتاب اللي في إيدهم. نقول له طب أنت الكتاب ده من الذي نقله؟ التوراة. احنا هنتغاضى عن مسألة الأصل والترجمة، مين اللي نقل الكلام ده كله إلى أن جمع وكتب وترجم؟ مفيش حد بعينه، ده مجموع هذا الشعب اللي الكتاب اللي التوراة بتتكلم عليهم بأنهم يعني الكاتب التوراة لم يجد تشبيه لشعب بني إسرائيل إلا بامرأتين زانيتين، المثال الطويل العجيب دوت المعروف. فلما يبقى حدث هذا الفسق الجماعي والانحراف الجماعي في وقت من أوقات بني إسرائيل، بل في معظم أوقاتهم، كان فيهم صالحون، ولكن مين اللي قال التراث ده اكتفى بنقله الصالحون؟ بالعكس، ده واضح ان هو
تراث كان نقلته مصابين بالهوس الجنسي، وده واضح جدا لكل من يطالع ما يوجد في هذا الكتاب من المبالغة والتلذذ بالاستطراد في الأوصاف الجنسية، من أن يبقى فيه سفر في هذا الكتاب نشيد تقول عروس لعروسها في ليلة الزفاف في أوصاف الجسد ومتع. من قال هذا لمن من أجل من؟ لا شيء. يعني هذا أمر أوحاه الله تبارك تعالى في زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الأحد الأنبياء يقولوا بس كده، هم بعضهم يقول لك ده رمز. طيب ده الشيء اللي يستحيا منه يكنى عنه بما لا يستحيا منه. يجي احنا لما يجي شيء في العلاقة بين الإنسان وبين ربه يكنى عنه بالعلاقة بين الزوج والزوجة بكل التفاصيل من وصف الجسد من أعلى إلى أسفل بمواطن العورات المغلظة بأوصاف حسية ويتقال ده رمز، في واحد يقول لك لا، طب ما هو ده أوحاه الله إلى الأنبياء لكي يقولوا بنو إسرائيل في الأعراس. الله ده كده بقى المطربين الشعبيين ومطربين الرقصات تبع الكتاب المقدس كده، ما هو ما هو المطربين دول بيقولوا كده في أفراحهم، بل أقل من كده. وهل الله تبارك وتعالى يوحي إلى الأنبياء كلام يتقال في الأفراح على الملأ يتغنى به الرجال والنساء في أمر الجماع ووصف الجماع؟ لما يجي تعليم آداب النكاح بألفاظ مهذبة يقول لك شوف القرآن في إيه، طب ما تشوف أنت اللي بتقول عليه. ولو كان هذا فاحش في زعمكم فما بل بذاك على أين؟ فإذا هذا التراث اليهودي ظل 8 قرون في أيدي من؟ في أيدي شعب يزعمونهم أن الله تبارك وتعالى لم يجد تشبيها له أدق من تشبيههم بامرأتين زانيتين. بل الأمر مش كده وبس، ده لازم عشان يبان شناعة فعلهم يوصف هذا الزنا تفصيليا عشان السامع يعرف قد إيه شعوب بني إسرائيل كانوا على هذا الفجور وعلى هذا الانحراف وعلى هذه الخيانة لأمانة الدين وأمانة الرب. من إذن نقل هذا التراث عبر 8 قرون متصلة؟ قل فهل يتصور عاقل أن يظل تراث ديني في الحالة الشفهية على امتداد 8 قرون شهدت كل هذه الانقلابات ضد أصوله الأولى؟ توراة موسى عليه السلام شهدت عبادة العجل وعبادة الأصنام الكنعانيين، وشهدت باختصار كما ذكرنا وصلوا لحالة اللي هي موصوفة عندهم في كتابه المقدس نفسه. هل يمكن أن ينتقل دون أن يصيبوا التحريف والتغيير والتبديل والحذف والإضافة والنسيان؟ يقول وثالث هذه الأدلة على أن التوراة، وهنا فصل الكلام على العهد القديم وعلى العهد الجديد. طبعا ذكرنا أن النصارى في أزمة كبيرة جدا اتورطوا فيها لما الكنيسة في العصور الأولى قابلت بالتوراة التي في أيدي اليهود على أنها كلمة الله كنوع من المجاملات المستمرة بين الديانة النصرانية المحرفة وبين اليهود. طيب مع هنا هم شايلين تراث مليء بالمتناقضات مليء بالخزعبلات. قلنا قصة شمشون، قصة التوحم على الغنم تحط لها زرع مخطط تطلع مخططة، زرع منقط تطلع منقطة، تشيل من قدامها الكلام ده تطلع لونها، كل الكلام ده موجود خرافات وخزعبلات هم اضطروا يورثوها كده. وبالتالي هم مضطرين يقولوا ان التوراة هي كلمة الرب ولم تحرف ولم تبدل، وعندهم زيادة على كده كمان انها لا تقبل النسخ. طب يا اخواننا الطلاق اللي كان في التوراة وانتوا شلتوه، وتحريم لحم الخنزير اللي كان في التوراة ولسه في التوراة وانتوا ابحتوه، تحريم الخمر اللي كان في التوراة ولسه في التوراة وانتوا حللتوه،
كل ده مش نسخ، فهو بقى شايل التوراة بكل ثقلها وكل عبئها. والعبء الأكبر فيها إن كل الأنبياء دول اللي اتكلموا في كل حاجة في زعمهم ووصفوا العملية الجنسية وعملوا نشيد مخصوص تقولوا العروسة في ليلة الزواج، لا، ناس يقولوا للناس إن في صلب وفي فداء، وإن اللي ما يؤمنش بكده خارج عن ملكوت الرب، أو اكتفوا بالإشارة عشان العقل لن يدرك. طب يعني طبعا يعني هل عقول الناس نضجت في عصر عيسى عليه السلام؟ لا، برضو فضل يقول إشارات إلى أن رفع في زعمهم، صلب في زعمهم إلى أن رفع عليه السلام، التي يسمونها الرفع الصلب. فهم شايلين الثقل ده وهم هم مضطرين يدافعوا عنه. اليهود ما بيدافعوش عن التوراة هذا الدفاع، فبنقول لهم إذن المناقشة معهم في العهد القديم، لأنهم يلتزمون ويزعمون أن العهد القديم هو كلمة الله، مع أنه يجي عند المناقشة التفصيلية يحاول يهرب من كل الالتزامات والإرادات في العهد. كل ما تقول له حاجة يقول لك لا، ده كان في عهد الناموس، وعهد عيسى عليه السلام هو عهد النعمة. طيب يعني عهد الناموس ده كان يعني يجوز على الله عز وجل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الكذب، يجوز عليه انه يشبه نفسه بالكلب الذي يحرس بني اسرائيل، والعياذ بالله، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. هل كان يجوز له انه يامر النبي ان ياكل من خرائه؟ هل يعني هو العهد، عهد الناموس ده يعني كلمه يغلق بها كل انواع المناقشه في الخزعبلات والخرافات الموجودة في العهد القديم، ويغلق بها باب المناقشة في التحريفات والتبديلات التي أوجدها بولس، لأن هو اللي بقي لهم يعني التوراة أو العهد القديم مع تضخمه بقي فيه التوحيد في ما نسب من أمر موسى عليه السلام لهم بعبادة الله، وفي بعض الشرائع. فجاء بولس يعني الجزئيتين الحق اللي في التوراة لغاهم بولس. فبرضو بما تيجي تكلمهم، انتوا عندكم بتقولوا ان العهد القديم كلمة الرب، وبتقولوا ان يستحيل النسخ، يبقى المفروض تقولوا ان الخنزير حرام، يقول لك لا، ده كان حرام في عهد الناموس، واما في عهد النعمه فصار كل شيء حلال. ما هو ده النسخ اللي انتوا بتفروا منه. يقول لك لا، ما مش هنسميه نسخ، سميه ما شئت، لكن هو ده النسخ اللي انتوا بتفروا منه. وبتنسب النسخ دلوقتي جبته منين؟ نسخ لم ينسب الى الوحي الصريح، وانما الى كلام بولس. يبقى هنا عندنا اقام لهم اللي بيكلم على الادله على ان تحريف التوراه انه ما الاصل بتاعها مش موجود. الثاني انها استمرت 8 قرون شفهيه. الثمان قرون دول كان فيهم انحرافات مثبته في التوراه ذاتها. اللي يقول الثالث وعلى حدوث الثالث الادله على حدوث التحريف في اسفار العهد القديم هو هذه التناقضات الصارخه القائمه فيها حتى الان. إذ لو كانت هذه الأسفار هي كلمة الله التي نزلت على موسى عليه السلام لاستحال أن يدخلها التناقض أو الاختلاف. يقول ولأن حصر التناقضات التي تمتلئ بها أسفار العهد القديم يحتاج إلى سفر، فإننا سنكتفي هنا مراعاة للمقام بضرب الأمثلة على سبيل المثال. يقول اسم الله في هذه الأسفار أحيانا يكون يهوه وأحيانا يكون ألوهيم، الأمر الذي يشهد على اختلاف العصور وتعدد المواريث الدينية وتنوع الثقافات اللاهوتية وتمايز المصادر التي جمعت وأدخلت بعد 8 قرون في هذه الأسفار. طبعا في فرق جوهري. يهو دي بتكلم كلمة عبرانية تكافئ الله، لكن ألوهيم تكافئ الآلهة. وكون يبقى في مواطن كاملة تتكلم بلفظ يهو
ويعني حسب التسلسل التاريخي ومواطن تتكلم بألوهيم، فده يدل على ان هناك في بعض العصور ان بعض الكتبة لم يجد غضاضة في ان هو يقول ألوهيم او يقول الآلهة تشبها بالكنعانيين الوثنيين الذين كانوا يعيشون بينهم. وفي الحديث عن بدء الخلق الذي ورد في هذه الأسفار نجد العديد من الاختلافات والتناقضات. ففي سفر واحد وسفر التكوين نجد أن نور قد خلق في اليوم الأول، ثم نجد أنها قد خلق في اليوم الرابع. الشمس نجد أنها خلقت في اليوم الأول، ثم نجد أنها خلقت في اليوم الرابع. وكذلك الحال في خلق الكائنات الحية. في سفر التكوين أن الحيوانات والطيور خلقت أولا في اليوم الخامس، وأن آدم خلق في اليوم السادس. ثم يعود نفس السفر فيقول إن الإنسان خلق أولا ثم النباتات ثم الحيوانات والطيور. طبعا هنا ذكرنا قبل كده كتاب الدكتور موريس بوكاي التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث، وقال إن كنت جامع التوراة لقى عنده رويتين لقصة الخلق، راح واخد الأولانية ولازق وراها التانية، فخد دي من مصدر، ده شغل إيه الترجمات، خد دي من مصدر وخد دي من مصدر وراح حاططهم ورا بعض، فبقت قصة تبتدي وتنتهي ومع أول نهايتها يجيبها تاني مختصرة. طبعا هنا مع أنهم في سياق واحد ومع أن جامع التوراة راعى فيها التسلسل بخلاف مثلا القرآن وكتاب فيه من الوعظ والتذكير وتثنية المعاني ونحو ذلك، فمن غير المعقول في كتاب يدعي أنه هو يراعي التسلسل التاريخي أنه يجيب قصة مطولة وبعدين يقف وبعدين يجيب قصة مختصرة، إلا أن يكون المترجم وجد مصدرين واحتار في اعتماد أيهما فوضع الاثنين. ولأن في مراحل الجمع الأولى للتوراة كما سيبين دكتور محمد عمار لم يكن هناك هذه القدسية، واحد بيحط لك الاثنين تشوفهم، ومع ذلك لا يمكن أن يكون قد خفي عليه هذه التناقضات، ولكن هو كان كأنه جمع أولي، ولكن سرعان ما اكتسب صفة القداسة واعتمد كما هو، فصار حاجة عجيبة جدا في أول، ويعني سأقول له جواب يبان من عنوانه، في أول سفر في التوراة في أول حاجة من هذا الكتاب المقدس كتابه المقدس هتلاقي رواية الخلق مطولة وبعدين ينتهي وتتقال مختصرة، وتلاقي المختصرة مش مجرد اختصار للمطولة، ده مناقضة له. وهذا يعني بيانه الدكتور موريس بوكاي، ونقل عن علماء يعني من اليهود والنصارى يعترفون تماما أن هاتين الروايتين من مصدرين مختلفين، وأن جامع التوراة لصق إحداهما بجوار الأخرى ليتخلص من هذا، من أن يخوض هو في الترجيح بينهم. في الواقع يعني أتى بنماذج كثيرة للتناقض. طبعا قلنا قبل كده لو حبيت تستقصي التناقضات الموجودة بين نصوص الكتاب كتابه المقدس بعضها وبعض، فالمرجع في ذلك إظهار الحق، هو أوفى من تتبع هذه التناقضات. لو أردت أن تكتفي بالنقاط المؤثرة، فكل مؤلف في نقد لهذه الديانة ارتأى بعض نقاط رآها أكثر وضوحا أبرزها، كما ذكرنا إنه من أجود من كتب في هذا الباب بلغة سلسة، وكانت في الواقع حتى اختياره الأمثلة في بيان تناقض التناقضات التوراة مع بعضها البعض وتناقضاتها مع الأنجيل ونحو ذلك، الدكتور منقذ محمود السقار حفظه الله، وله سلسلة في هذا الموضوع، سلسلة شيقة في الواقع. طبعا كتاب إظهار الحق بيعتبر دائما مرجع وافي جدا، بالذات في مسألة بيان تناقضات والاختلافات الموجودة في التوراة مع بعضها البعض ومع الأنجيل. ولكن كلام الدكتور السقار في الواقع اختار الأمثلة، أمثلة كثيرة مؤثرة وواضحة
واحنا بنقول في اذا كنا بنتكلم على كلام منسوب الى الله تبارك وتعالى فيكفي مثال او اثنين فضلا عن المئات اللي استخرجها كل من تكلم في هذا الامر. طبعا غير التناقضات يقول وكما نجد أن أسفار العهد القديم لا تتحدث عن موسى عليه السلام بلسان المخاطب، التوراة كانت وحي من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، فالمفترض أنها تكون خطاب من الله عز وجل لموسى، ولكنها تتحدث عنه كثيرا بضمير الغائب، فهذا يدل على أنها تراث جمع ودون بعد وفاته. ومن ذلك على سبيل المثال وكلم يهو موسى، وكلم يهو موسى وجها لوجه، وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض، فسخط موسى على وكلاء الجيش، ومات هناك موسى عبد الرب، فقال الرب لموسى، فتكلم موسى أمام الرب فقال موسى للرب وقال الرب لموسى، فمات هناك موسى ودفنه الرب. يعني الكلام على موسى عليه السلام بضمير الغائب وعلى الرب عز وجل بضمير الايه؟ الغائب. يبقى مين اللي بيتكلم؟ المؤلف. هناك مؤلف يحكي القصة سواء عن مشاهدة أو عن سماع، ولكن فمات هناك موسى ودفنه الرب، وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم يقم بعد نبي بعده نبي في إسرائيل مثل موسى. وبعدين بيقول ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا. ده دليل وتأكيد ان في مؤلف بعد موسى عليه السلام ما يعرفش قبره فين. دي بالذات بيقول لك طب ما عندكم في القرآن، وانتوا يقول لك ساعتها هتقولوا اصل دي بلاغه اسلوب الالتفات من الخطاب الى الغيبه. هنقول له والله ادفع التوراه لاي واحد محايد، رجل يعني يدفع له التوراه العربيه الانجليزيه اللغه اللي هو بيفهمها ويدي له اختيارات كده، من صاحب هذا الكلام؟ الله، موسى، ثالث، من مقتضى اللي هو هيقراه. يعني يقول الكلام ده هنا بيتكلم في كلام منسوب الى الله تبارك وتعالى، كلام منسوب لموسى عليه السلام، فواضح اللي هيقرا التوراة هيعرف ان التوراة بتتكلم عن الله عز وجل وعن موسى عليه السلام. يقول له انت شايف من سياق الكلام كرجل بالعقل والمنطق هذا الكلام من قائله؟ هل الله عز وجل أم موسى أم رجل ثالث يحكي عن موسى عليه السلام وما نقله عن الله؟ هنلاقي إن دايما وصايا الرب لموسى عليه السلام، وهناك وصى الرب موسى بكذا، وهناك أمر الرب موسى بكذا، وجمع موسى الشعب وأمرهم بما أمره به الله. السياق من أوله إلى آخره في هذا التسلسل شخص ثالث بيحكي عن إيه؟ عما قاله الله لموسى عليه السلام، ثم كيف أدى موسى عليه السلام هذه الرسالة، بخلاف أن يكون الخطاب في أغلبه من الله عز وجل لموسى عليه السلام ثم يحدث فيه التفات وينتقل الخطاب من الحضور إلى الغيبة أو نحو ذلك. فإذا هذه القضية يدركها كل من له علاقة بفهم الكلام وتفسيره ودراية معانيه، سيتأكد أن التوراة كتبها شخص، أو أن أسفارها كلها كل سفر له كاتب، وأن بالذات الأسفار اللي هي أصل العهد القديم منسوب لعصور أنبياء كثيرين، ما يختص منها بموسى عليه السلام، كان كاتبه هو رجل غير موسى عليه السلام، وكان كاتبه يحكي ما
عاصره أو سمعه ممن عاصر أن الرب أمر موسى بكذا، وأن موسى أمر بني إسرائيل بما أمره به الله إلى غير ذلك. يقول ثم هناك أما أمر الأناجيل فالأمر فيها أظهر، وأن لوقا أغنانا عن إن احنا نقعد ندور لما قال إن الناس كتبت وأنا إن الكثيرين كتبوا وأنا أريد أن أشاركهم أيضا وأكتب. فخلاص أي الأمر في غاية الوضوح كما يقول. ثم هناك اختلافات الكنائس النصرانية في عدد أسفار العهد القديم التي تؤمن بها هذه الكنائس. طيب عشان كده لما يجي يقولوا لنا هل يمكن لأحد أن يكذب على الله أو يحرف كلام الله، نقول لهم مش هنقول لكم برنابة ولا هنقول الهرطقات اللي هي كدين النصارى ده دين كله هرطقات. يعني أين الأصل وأين الهرطقة؟ برضو نفس زي ما نقول كده في الكتاب، أين الأصل وأين الترجمة؟ ما تلاقيش. أما تيجي في العقائد، لماذا اعتبرت هذه العقائد أصلا واعتبرت غيرها هرطقة وخروج؟ لأن الكنيسة اعتبرت ذلك وليس لأن هناك معتمد أو مستند. دعك من هذا كله، خلينا في الطوائف الكبرى التي استقرت، ومع انهم بيكفروا بعض ده مش قضيتنا، بس القضية انهم متفقين فيما بينهم عن الدفاع عن هذه عن هذا الكتاب. وطبعا في اتفاق بين الملل الثلاث انهم حتى لو كفروا بعض انهم ملل من ملل النصارى. ولذلك مثلا يقول لك ايه، لا الشهود يهو غير معترف بها كمذهب من مذاهب النصارى مثلا. ليه؟ لان هم في ضوابط معينة عندهم عشان يقولوا دي تدخل تؤمن بالكتاب المقدس، تؤمن بالقانون الإيمان، أي مخالفة في الحاجات دي مش هتعتبر ملة نصرانية. مختلفين في الأسفار القانونية، أسفار البروتستانت مش عجباهم وحذفوها وحذفت، بقت الطبع طبعة خاصة بالكنائس. طب يعني ده مثلا كلام، هو يقول لك لا كان لابد لله ان يحفظ كلامه بناء على قاعدتهم. الاصفار الخمسه دول لا يستحقون الحفظ؟ ليه سمح ان احد يخرجهم واللي عايز حتى يقولهم ما يقدرش يحطهم تاني طبعا، ويبقوا يطبعوا طبعه خاصه ونحو ذلك؟ فده يؤكد أن حدث حذف وإضافة وبآراء شخصية، اجتهادات، بلاش نقول أهواء محضة، اجتهادات. يبقى لا يمكن الادعاء معها أن هذه هي كلمة الرب. ورابع هذه الأدلة على تحريف التوراة هي شهادة علماء اليهود أنفسهم، أولئك الذين تخصصوا في نقد العهد القديم، ومنهم العديد من الحخامات والذين جمع دراساتهم العالم اليهودي زلمان في كتاب عنوانه تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، وهو الكتاب الذي امتلأت فصوله وصفحاته بالشهادات اليهودية القاطعة بأن أسفار العهد القديم إنما هي ثمرة لتراكم تراث شفهي، تراث شفهي عبر 8 قرون اتجمع والترجم، تكون عبر قرون طويلة وعصور مختلفة وبيئات متباينة وثقافات متميزة ومصادر متعددة ومؤلفين مختلفين. ومن ثم فإن أغلب هذه الأسفار لا علاقة لها بموسى عليه السلام ولا بالبيئة الصحراوية سيناء التي نزلت فيها توراة موسى. نعم يشهد علماء اليهود أنفسهم شهادات شهود من أهلها على أن أسفار العهد القديم هذه هي ركام من الاختلافات والتحريفات، فيقولون على سبيل المثال إن هذه الأسفار المقدسة هي من طبقات مختلفة وعصور متباينة ومؤلفين مختلفين، حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من 3000 سنة من الزمن، فلا ارتباط بينها سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة التأليف. إن القسم الأكبر من توراتنا لم يكتب في الصحراء، وموسى لم يكتب التوراة كلها، وأقوال التوراة ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرجال وحكام وعشائر وأصباط مختلفة،
ففيها ثمان مجموعات تعود إلى عصور مختلفة، وهي لفائف قديمة تعود إلى عصر الصحراء، تم تحريرها من قبل أحد أبناء أفرايام في أي في أرض كنعان، ولفائف من تعليم الكهنة تمت إضافتها إليها حتى عصر يوشع بن صادق، ولفائف أعداد الأسباط، ولفائف باعترافات الأنبياء، ومجموعة من روايات بيت داود وأقوال الأنبياء، ومجموعتين في بابل وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبي، وتكملات مختارة من عصر الحشمونيين. ثم يقول إن سفر التكوين قد ألف بعد مئات السنين من استيطان اليهود في فلسطين، وبعد أن تحصن الأسباط في إرث استيطانهم بزمن طويل، إن مؤلف السفر لم يكن موجودا على كل حال قبل عصر إشعياء. أما بالنسبة لسفري الخروج والعدد فإنهما معالجة لأساطير وأشعار قديمة، وإن الإصحاحات 88 موجودة في التوراة، بين أنشودة موسى الموجودة في سفر الخروج وحتى الإصحاح الأخير من سفر العدد، هي في مجموعها كتاب أحكام مركب من أجزاء شعرية وتاريخية وأحكام وقواعد الكهنة، وطبيعة الأحداث فيها تستلزم أن تتزايد التغييرات والإزدواجيات والتعديلات، حيث أن العلاقة بين الأحداث ضعيفة ومن الصعب علينا فهمها. وفي الأسفار كانت أقوال موسى قليلة إلى حد ما، كما أن أقوال داود قليلة في سفر آخر منسوب إليه. دي يعني فقرة منقولة من هذا الكتاب، من كتاب تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، ويعني نقل أقوال أخرى عن هذا الكتاب أيضا في تحليل الروح التي ألف بها أو التي جمع بها هذا العهد. يقول: وخامس هذه الأدلة أن القداسة التي أضفيت على أسفار هذا الكتاب هي طارئة، حدثت بعد عصر موسى عليه السلام بأكثر من 10 قرون، وبعد تدوين عزرة لما دون من هذه الأسفار ب4 قرون، فلم يكن هناك من يقدس هذه الأسفار قبل عصر المكابيين. وبعبارة الفيلسوف اليهودي سيمونوزا يقول، وهو من الخبراء في نقد نصوص العهد القديم، فإنه حتى عصر المكابيين لم تكن الأسفار المقدسة قد أقرت، وإن حكماء التلمود الفرنسيين قد اختاروا هذه الأسفار من بين بقية الأسفار. يعني كان مؤلفات كثيرة في تاريخ بني إسرائيل اختار منها ذلك، وذلك في زمن الهيكل الثاني، ثم رتبوها ورفعوها لمرتبة الكتابات المقدسة. أي أن الصورة التي بين أيدينا لأسفار العهد القديم وتاريخ تقديسها إنما هو في القرن الأول قبل الميلاد، أي بعد موسى عليه السلام وتوراته بأكثر من 10 قرون. يقول: تلك شهادات الواقع، واقع هذه الأسفار ومضمونها وتناقضاتها، وشهادات علماء اليهود أنفسهم على أنها في معظمها تحريف وتلفيق وتناقضات لا علاقة لها بكلمات الله التي أنزلها على موسى عليه السلام. ومن هنا فإن جميع ما جاء في القرآن عن التوراة، هنا يجي بقى للنقطة، لأن هذا المؤلف قال ما أنتوا القرآن بيأمركم بالإيمان بالتوراة فستؤمنوا بالتوراة، فين التوراة هي اللي معانا دي؟ قال له: لا، القرآن يخبرنا بأن الله أنزل التوراة فيها هدى ونور، وأيضا أخبرنا بأن الذين حملوها لم يقوموا بالأمان وكتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله. ما ياخد جزء من الآية ويسيب، أو جزء من الدلالة من القرآن ويسيب باقي دلالاته. فضلا احنا قلنا قبل كده مرارا، ما ينفعش بالنسبة لليهود والنصارى يحتجوا علينا بالقرآن. احنا بنقول لهم التوراة والإنجيل لها أصل صحيح ثم حرفت وبدلت، وبالتالي نقول لهم من بقايا هذا الأصل الصحيح كذا وكذا وكذا. لكن هم ما عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي أصلا، فالقرآن وفق عقيدتهم كاذب من أوله إلى آخره، فماذا يستفيدون بشهادة القرآن للتوراة أو للإنجيل إن زعموا أنه يشهد للتوراة والإنجيل التي معه؟ هذا لا يستقيم، فبالتالي هم لا يصلح
ولا حق لهم أن يحتجوا على شيء من عقائدهم بما في القرآن، لأن القرآن ليس دليل بالنسبة لهم، وبالتالي لا يجوز أن يحتجون به. أهو ممكن يسألنا لو وجد كلام فيه تناقض، يبقى مش من باب الاحتجاج، يقول أنتم متناقضون في كذا، وفرق كبير بين الأمرين. ولما يسأل هل أنتم متناقضون في كذا، فالجواب موجود بفضل الله. أنتم متناقضون في موقفكم من التوراة والإنجيل، نقول ليس هناك تناقض، نحن نقر بأن هناك توراة أنزلت على اليهود، وإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، وأنه قد حرف وبدل، وأن مقتضى هذا التحريف والتبديل أننا لا نبحث عنهما ولا نأخذ منهما شيء. طب استفدت إيه؟ وهو أخبار الأمم السابقة استفاد هو منها إيه؟ مش في التوراة أخبار الأمم السابقة استفاد منها إيه؟ معرفة ما كان، أخبرنا الله بما كان في الأمم السابقة، ثم إن لها فائدة، الأخذ العبرة والعظة، كيف ضيعت هذه الكتب حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، ثم إن لها فارق في الحكم. فنحن نعتبر أن اليهود والنصارى أقل الكفار كفرا. لماذا؟ لأن لهم كتاب ينتسبون إليه، ولأنهم يقرون بالتوحيد في الجملة، وإن كانوا يرجعون وينقضون ويقولون بالتثليث كما سيأتي. وبالتالي هذه العقيدة نحن أولا قمنا بحق الأنبياء وعرفناهم، ونصلي ونسلم عليهم، ونترحم على أتباعهم الذين ماتوا على الحق، بل ونقوم بحق حتى هؤلاء المحرفين المبدلين حينما نجعلهم أقل شرا من الوثنيين الذين لا كتاب لهم بالكلية. هذه كلها فوائد من معرفة هذا الأمر. يعني إذن نعم، أنزل الله، فإن جميع ما جاء في القرآن عن التوراة التي أنزل الله على موسى، والتي فيها هدى ونور، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والتي دعا القرآن اليهود إلى إقامة حكمها، وعندهم التوراة فيها حكم الله، فإن المراد بها توراة موسى عليه السلام، وليست هذه الأسفار التي دونت بعد موسى بثمانية قرون، والتي اتخذت شكلها الحالي وأضفيت عليها القداسة بعد موسى بأكثر من 10 قرون. وأن كان في اليهود والنصارى في جزيرة العرب كان معهم بقايا من الكتاب أمثل مما وجدت مع يهود ونصارى أوروبا وغيرها، والتي سيطرت على العالم وانتشرت، وكان ربما حالهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ما أوحي إليه أنه ما زال موجود في كتبهم من الحق كالرجم ونحو ذلك، وما زال موجود إلى الآن في كتب اليهود، أحالهم على ما أوحى الله إليه أنه كان من الحق الذي أنزل عليهم، وكان موجودا في كتبهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منه ما زال موجودا في كتبهم إلى يومنا هذا ما أحالهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول: أما هذه الأسفار التي يؤمن بها اليهود والنصارى، التي شهد واقعها وشاهدت تناقضات وشاهد عليها العلماء الخبراء في نقض نصوصها من علماء اليهود، فهي التي قال عنها القرآن: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لابد إذا جاء أحد يريد أن يحرف عقيدة المسلمين عن طريق القرآن، يقول إن القرآن يقول عن التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ويزعم أن هذه تنطبق على التوراة التي في أيديهم، فنقول لابد أن يتعلم الناس أنه ما قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم
لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال فيهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يقول بهذا يتضح فساد منهج هذا الكتاب، كتاب مستعدين للمجاوبة، الذي ادعى عدم تحريف التوراة وحاول الاستناد في هذه الدعوة إلى القرآن الكريم، الذي جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية، والذي تحدث عن التوراة باعتبارها ذكرا أنزله الله، وصفها بأن فيها هدى ونور. فتوراة موسى عليه السلام التي نزلت بالهيروغليفية في القرن 13 قبل الميلاد هي ذكر من عند الله وفيها هدى ونور. وأما الأصفار التي جمعها وكتبها عزرا في منتصف القرن 5 قبل الميلاد، والتي اتخذت شكلها الحالي وأضيفت عليها القداسة في زمن الميكابيين أي بعد موسى وتوراته بأكثر من 10 قرون، فهي تلك التي قطع القرآن بأنها ليست كلام الله ولا وحيه إلى موسى عليه السلام، وإنما هي التي كتبها اليهود بأيديهم ثم قالوا إنها من عند الله ليشتروا بهذا الكذب على الله ثمنا قليلا. ومع القرآن الكريم شهد العلماء والخبراء في نقد النصوص من اليهود وفيهم حاخامات كبار بأن هذه الأسفار إنما هي تجميع وتلفيق لتراث شفهي أثمرته بيئات وثقافات مختلفة عبر العديد والعديد من القرون. هذا عن التوراة والتحريف. ثم يتكلم بعد ذلك عن الأدلة على تحريف الإنجيل، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت.